السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مامي في البيت. النهاردة هنعمل مع بعض ريفيو عن كتاب الباهر الخاص بمرحلة KG2. هنشوف مع بعض محتويات الكتاب من الداخل، هنشوف مع بعض كتاب اللغة العربية وكنكت الخاص بالإنجليش، وكمان كنكت بلاس الخاص بمدارس التجريبية واللغات، وكمان الماث والرياضيات. قبل ما نبدا ما تنسوش تدعموني بلايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على علامه الكل علشان يصلكم اي فيديو جديد انا بنزله. ليس ستارت. قبل ما نبدا الريفيو مع بعض احب انوه عن حاجه، ان شاء الله انا هشتغل هنا في القناه من كتب الباهر زي ما شايفين معايا، فاللي حابب يتابع معايا يشتري الكتاب علشان ان شاء الله الشرح كله هيكون هنا من الكتاب، وهنحل كمان مع بعض الاسئله. يلا مع بعض نبدا الريفيو. هنبدا اول حاجه بالكتاب الخاص باللغه العربيه. زي ما شايفين معايا الكتاب بتصريح وتحت اشراف من وزاره التربيه والتعليم. نبدا كده نشوف الكتاب من جوه. ده شكل الكتاب كده في البدايه. هنا جايب كده محتويات الكتاب. المنهج بيحتوي على محورين، المحور الاول والمحور الثاني. المحور الاول من اكون، المحور الثاني العالم من حولي. وهنا جايب الموضوعات. طبعا المحور الاول فيه موضوعين والمحور الثاني ايضا في موضوعين. الموضوع الاول بيحتوي على مجموعة من الدروس، وهنا كمان الموضوع الثاني، وهكذا. هنا كمان المحور الثاني بيحتوي على كل موضوع بيحتوي على مجموعة من الدروس. تمام، هو هنا عامل تقسيمة للدروس. تمام. طيب بعد كده جايب هنا المقدمة. شوف كده مع بعض على طول اللي بعده. هنا جايب مصطلحات المنهج. بعد كده جايب خطة توزيع المنهج. يعني هنا الطفل خلال 8 أسابيع هيكون درس المحور الأول، و 8 أسابيع تانية هيكون درس فيها الموضوع الثاني. هنا جايب المحور الأول من أكون، الموضوع الأول أنا مميز. تمام، هنا رسم تشويقي. جايب بعد كده هنا القصة المشتركة، لماذا تغير الدب الصغير. هنبدأ كده نستعرض مع بعض شكل الدرس ازاي. اول حاجة بدأ بالكلمات الشائعة في القصة. انتوا شايفين معايا دي الكلمات ابي وامي وانا، دي الحاجات اللي بتعلمها الطفل من خلال الدرس بتاعنا. بعد كده هنا جايب الدرس. طبعا هنا الصور كلها شيقة وواضحة كمان وجذابة للطفل، وكمان هنا الكتابة واضحة. طيب بعد كده هنا كمان باقي القصة زي ما شايفين بالشكل ده. طيب بعد نشوف مع بعض طريقة الأنشطة. هنا نشاط واحد، استمع وانطق ولون الكلمات التالية. تمام، ده عندي كده نشاط واحد. هنا كمان جايب نشاط اتنين. بعد كده شايفين نشاط تلاتة، نشاط اربعة. دي كلها انشطة على الدرس الاول. وهنا كمان جايب لاحظ وتعلم، جايب نشاط واحد نشاط اتنين. وبكده يكون خلص الدرس الاول اللي هي القصة المشتركة. بعد كده هنا بدأ بحرف الالف. زي ما شايفين جايب حرف الالف، جايب صورة على حرف الالف، وبعد كده هنا جايب قصة عن حرف الالف، وهنا ازاي الطفل يكتب حرف الالف. تمام. طيب بعد كده هنا جايب استمع وانطق. طبعا هنا الطفل لازم الطفل يكون عارف الحركات الثلاثة القصيرات، الفتحة والضمة والكسرة، وكمان الطفل بيكون عارف السكون. عاوزين شرح الحركات الثلاثة القصيرات الفتحة والضمة والكسرة انا شرحهم بالتفصيل هنا في القناة. تمام، قريبا ان شاء الله هنشرح السكون لوحده. ولو عاوزين شرح السكون هتلاقوه موجود في قناتي الاولى، قناة ميس مامي التعليمية، وهتلاقوا كمان فيها شرح الحركات الثلاثة القصيرات. ان شاء الله هنا في القناة انا هنزل مرة اخرى السكون. طيب بعد كده عندي نشاط اربعة. زي ما شايفين لون الصورة التي بها صوت الالف. طيب بعد كده نشاط خمسة. هنا بيقول استمع ولون الصورة التي تبدأ بحرف الالف. الحقيقة الانشطة كلها انشطة جميلة ورائعة. هنا كمان نشاط ستة، لون الكلمة التي بها حرف الالف. تمام، دي كلها أنشطة. بعد كده جايب أنشطة تانية، نشاط سبعة، نشاط تمانية، تسعة، عشرة، حداشر، اتناشر. كلها أنشطة على حرف الألف، يعني اتناشر نشاط. بعد كده بنفس الطريقة هو جايب حرف الميم. زي ما استعرضنا حرف الألف هو كمان جايب حرف الميم، جايب حرف القصة وبعد كده الأنشطة. تمام، ده بالنسبة للجزء الخاص باللغة العربية. الكتاب بيكون ماشي بنفس التسلسل. هنا في نهاية الكتاب من ورا خالص جايب فيه التقييم، يعني كمراجعة على المنهج بالكامل. هنا التقييم الأول والتقييم الثاني. تمام، وبعد كده جايب التقييم الثالث.
التقييم الرابع، يعني هو جايب 4 تقييمات على المنهج. تمام، وكده احنا خلصنا مع بعض ريفيو عن كتاب الباهر الخاص باللغة العربية. هنشوف مع بعض منهج كونكت. مش شايفين معايا ده كتاب الخاص بمنهج كونكت. هنبدأ كده نشوف الكتاب من جوه، ده شكل الكتاب. تمام، طيب بعد كده هنا جايب طبعا محتويات الكتاب. اول حاجة بدأ ب let's remember، يعني هيا نتذكر. طبعا هنا بيذكرنا بمرحلة KG1. طيب هنا كمان المنهج بيحتوي على 4 units، يعني على 4 وحدات. وكمان في النهاية جايب final revision، المراجعة النهائية. هنا جايب let's remember علشان الطفل يتذكر اللي اخده العام الماضي. جايب الحروف، يبدأ الطفل ان هو يكتب الحرف capital letter and small letter، وكمان جايب صورة على كل حرف. تمام، ده كله let's remember، هيا نتذكر. يعني باقي الحروف كلها، كل ده لسه المنبر على الحروف، ده كل الحروف. بعد كده كمان جايب numbers اللي هي الارقام from 1 to 5 زي ما شايفين معايا، وجايب كمان تدريبات علشان الطفل يحلها. تمام، زي ما شايفين كده قصادكم. طيب لسه احنا ما بدأناش المنهج، كل ده let's remember. وهنا كمان جايب مجموعة من الانشطة. تمام، لحد هنا كده احنا هنبدأ في المنهج. هنا يونت 1 بعنوان هوب سكيب جامب. طيب هنشوف مع بعض محتويات كده اليونت. هنا جايب الاهداف الخاصة بيونت 1، يعني ايه اللي هنتعلمه من كل درس. طبعا هو كل يونت بيحتوي على مجموعة من الليسونز، يعني هنا عندي يونت 1 في ليسون 1 2 3 4 5 and 6. تمام، زي ما شايفين. وهنا بيعرفنا ان كل الليسون احنا هنتعلم منه ايه، او الهدف منه ايه. طيب هنا اول حاجة كده بدأ بيه الليسون 1، الدرس الاول، جاي مجموعة من الفوكابلري، مجموعة من الكلمات. وطبعا الكلمات دي بتبقى حفظ للطفل، زي ما شايفين معايا شكلها اكتر من رائع. طيب بعد كده هنا جايب الكلمات عشان الطفل يتدرب على كتابة الكلمات. دي الاغنية الخاصة بالدرس. بعد كده جايب هنا انشطة، طبعا الانشطة دي على ليسون 1 فقط. تمام، مش ليسون 2. تمام، هنا جايب لوك اند نمبر، جايب يعني نشاط 1، نشاط 2، نشاط 3، وهنا 4 5، وهنا كمان جايب نشاط 6. بعد كده هنا جايب كمان نشاط، جايب نشاط 7 وجايب نشاط 8. كل الانشطه دي على ليسن 1 فقط. انتوا شايفين معايا دي انشطه مناسبه جدا لليسن 1. طيب الدرس الخاص بليسن 2 زي ما شايفين معايا كده قصادكم. طيب بعد كده هنا جايب الجزء الخاص بالجرامر، I can، انا استطيع، وهنا شرحه بطريقه سهله. جايب انشطه على ليسن 2، يعني هو جايب على كل ليسن جايب عليه مجموعه من الاكتيفيتيز، يعني مجموعه من الانشطه. اكتيفيتي نمبر 1 2 3 مان، جايب 4 اند 5، دي كلها اكتيفيتيز. بعد كده هنا جايب ليسن 3 زي ما شايفين معايا، وبنفس الطريقه هو جايب اللي هنا الانشطه بعد كل درس من ليسن 4، وجايب عندي الصفحه دي بس كنشاط. وبعد كده جايب ليسن 5، وهنا كمان جايب كده الانشطه. طبعا في البدايه بيشرح الدرس وبيجيب اهم الفوكابلري، او اهم يعني الكلمات الموجوده في الدرس. وهنا الليسون 6، وكمان جايب كده انشطه على الليسون 6. بعد ما الليسون انتهى هو عمل ريفيو على اليونت بالكامل، زي ما شايفين معايا دي اهم الكلمات اللي موجوده في يونت 1 بالكامل. طيب بعد كده عمل مراجعه كامله على يونت 1، دي كلها اسئله على يونت 1 يونت 2. وطبعا الكتاب ماشي بنفس التسلسل. بعد كده هنا في اخر الكتاب هنا جايب فاينل ريفيجن، يعني مراجعه نهائيه. جايب اول حاجه ريفيو عن يونت 1، وجايب اهم الكلمات الخاصه بيونت 1. بعد كده جايب مجموعه من الاكتيفيتيز، مجموعه من الانشطه على يونت 1، وهنا كمان يونت 2. يعني كل الجزء كده اللي من ورا ده كله عباره عن انشطه خاصة بالمنهج بالكامل. تمام، دي كلها انشطة الطفل هيتدرب عليها ويحلها بعد ما يتقن المنهج. تمام، السعر الخاص بالكتاب 38 جنيه. تمام كده خلصنا كتاب كونكت. هنشوف مع بعض كونكت بلس. زي ما شايفين معايا ده شكل الكتاب من بره. نبدأ كده نشوف الكتاب من جوه شكله ايه. هنا اول حاجة زي كونكت بالظبط، هو بدأ بمحتويات الكتاب. اول حاجة بدأ ب let's remember، هيا نتذكر. محتويات الكتاب، الكتاب بيحتوي على 4 units، على 4 وحدات. وهنا كمان جايب ستوري، جايب قصة. وبعد كده في نهاية الكتاب جايب final revision، يعني جايب مراجعة نهائية. هو بدأ هنا ب let's remember، هيا نتذكر على الدروس السابقة. هنا جايب اهم الكلمات علشان الطفل يتذكر الكلمات اللي هو اخدها قبل كده، دي كلها كلمات. بعد كده هنا جايب activities، جايب انشطة الطفل بيتدرب عليها. بعد كده جايب كمان let's remember، هنا جايب كلمات تانية.
وبعد كده جايب اكتيفيتيز يعني جايب انشطة، دي كلها مراجعة على اللي اخدناه السنة الماضية. بعد كده هنا بدأ بـ I can jump يعني انا استطيع اقفز، طبعا ده يونت 1. نبدأ كده نستعرض يونت 1. هنا كمان جايب يونت 1 بيحتوي على مجموعة من الليسونز، يونت 1 ليسون 1 and 2، جايب الشخصيات وجايب اهم الكلمات. كده هنا بدأ يستعرض الدرس. بعد كده هنا جايب الجزء الخاص بالجرامر يعني ده كله شرح اليونت. بعد كده هنا جايب الكلمات والطفل مطلوب منه ان هو يتتبع كتابة الكلمات دي ويكتب، وبعد كده يتعلم ان هو يكتب الكلمات دي لوحده. هنا كمان جايب تدريب على الجرامر، وبعد كده جايب هنا انشطة. طيب هنشوف مع بعض كمان اللي بعده. هنا كمان انشطة، والانشطة دي كلها على lesson 1 and 2 فقط زي ما شايفين معايا. طيب بعد كده هنا جايب lesson 3 and 4، جايب كمان اهم الكلمات، وبعد كده جايب الجزء الخاص بالجرامر، وبعد كده هنا جايب انشطة على الجزئية دي، وهنا دي الاغنية الخاصة بالليسن ده، وهنا الكلمات، والطفل يبدأ زي ما قلت انه يتبع النقاط وكمان ان هو يعيد كتابة الكلمات. هنا جايب كمان انشطة زي ما شايفين معايا، دي كلها اسئلة على lesson 3 and 4. وهنا كمان يعني هو بيجيب كل درس يجيب اهم الكلمات او اهم الجرامر الخاص بالدرس، وبعد كده بيجيب انشطه على الجزئيه دي، يعني جزئيه جزئيه هو بيجيب عليها انشطه زي ما شايفين معايا، دي كلها انشطه. بعد كده هنا lesson 5 6 and 7 وجايب هنا الدرس. كده هنا كمان جايب الجزء الخاص بالجرامر، وبعد كده جايب التدريبات. وهنا عشان ما اطولش عليكم هنا الكتاب ماشي بنفس التسلسل زي ما شايفين معايا، وده الدرس التاسع والعاشر وعليه كمان اسئله. وهنا في النهاية جايب ستوري على الجزئية دي زي ما شايفين معايا بالشكل ده، دي الستوري وعليها كمان اكتيفيتيز. كده احنا خلصنا يونت 1 بالكامل. جايب هنا ريفيو عن يونت 1 يعني جايب اهم الكلمات اللي الطفل هيتعلمها، وجايب كمان هنا اسئلة على يونت 1 بالكامل. الاول كان بيستعرض على كل درس مجموعة من الانشطة، لكن هنا بعد ما خلص اليونت بالكامل هو هنا بيدرب الطفل ان هو يحل دروس بالكامل زي ما شايفين كده معايا، دي كلها انشطة على يونت 1. كده هنا يونت 2 وزي ما شفتم معايا طبعا الكتاب ماشي بنفس التسلسل. طيب هنشوف كده مع بعض في الكتاب من ورا خالص. جايب هنا final revision، جايب مراجعة نهائية عن المنهج بالكامل. طبعا هنا بيستعرض الكلمات الخاصة بكل يونت زي ما شايفين، والجزء الخاص بالفونكس وكمان الجرامر. وبعد كده جايب هنا انشطة على يونت 1 بالكامل، وهنا جايب يونت 2 وكمان جايب اهم الفوكابلري وجايب انشطة ثانية زي ما شايفين. طبعا دي كلها انشطة على يونت 2، بعد كده يونت 3 وهكذا. وحيات الخاصة بالمنهج كمراجعة نهائية. تمام كده احنا خلصنا ريفيو عن الكتاب، وزي ما شايفين كمان سعر الكتاب 40 جنيه. تمام طيب هنشوف مع بعض الكتاب الخاص بالماث. زي ما شايفين ده شكل الكتاب من بره. نبدأ كده نشوف الكتاب من جوه. تمام ده شكل الكتاب كده من جوه. اول حاجة هو بدأ بمحتويات الكتاب، دي كلها الدروس الخاصة بالمنهج. تمام جايب هنا بعد كده ايام الاسبوع، كمان هنا شهور السنة، جايب الفصل الاول هنا chapter 1 الفصل الاول، جايب في lesson 1، جايب كده اول حاجة تهيئة للكتابة. هنا جايب النمبر، جايب الارقام زي ما شايفين كده معايا بالشكل ده، ودي كمان انشطة. بعد كده هنا الطفل الدرس اللي بعده نمبر 2، الطفل هنا هيبدأ ان هو يتعلم نمبر 2 وجايب كمان انشطة على الدرس. نمبر 3 ودي طريقة عرض الاسئلة، الطفل بيتعلم يكتب النمبر، وبعد كده هنا كمان بيبدأ يلون على حسب النمبر اللي هو مديهوله. تمام دي كلها انشطة على نمبر 3. تمام بعد كده هنا جايب كمان جزء تاني ده الشرح، وبعد كده جايب كمان انشطة. تمام وطبعا الكتاب ماشي بنفس التسلسل، يعني المنهج الحقيقة سهل وبسيط مفهوش اي حاجة. تمام زي ما شايفين معايا بالشكل ده. تمام دي كلها محتويات الكتاب الخاص بمنهج الماث. تمام طيب نيجي كده مع بعض نشوف الكتاب بكام. الكتاب ثمنه 35 جنيه. تمام هنشوف مع بعض الكتاب الخاص بالرياضيات، وزي ما شفنا محتويات الماث نفس الشيء في الرياضيات. نبدأ كده نشوف الكتاب من جوه. هنا ده شكل الكتاب، بعد كده هنا جاي محتويات الكتاب
جايب هنا كمان ايام الاسبوع، يعني زي ما شفنا مع بعض في الماس هنا كمان في الحساب شهور السنة، هنا الفصل الاول في نشاط للتهيئة، بعد كده هنا جايب العدد واحد وجايب كده انشطة زي ما شايفين قصادكم كده، دي كلها انشطة على رقم واحد. هنا كمان لعدد اتنين وجايب انشطة، يعني الكتاب ماشي بنفس الطريقة، بيجيب الدرس وبعد كده بيجيب عليه مجموعة من الانشطة، تمام. وطبعا هنزل شايفين معايا ده كل محتويات، دي كلها محتويات الكتاب. طيب هنا الكتاب سعره كام؟ 32 جنيه، تمام. زي ما شفتم معايا ده كان ريفيو سريع عن كتب الباهر، اتمنى اكون قدرت افيدكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. ثانكس فور واتشنج، باي باي.